نشرت جريدة الأسبوع الصحفي أن المصالح الأمنية بأقدير تمكنت من توقيف امرأة تبلغ 60 من العمر متلبسة بالتسول بأحد الشوارع المعروفة وسط المدينة. ووفق المنبر ذاته فإن التحقيقات كشفت على أن المتسولة الموقوفة تمتلك محطتين للوقود في أقدير وإنزغان، ولديها أسطول سيارات بالإضافة إلى ضيعة فلاحية شاسعة ورصيد مالي مهم في البنك. وأضاف الخبر أن النيابة العامة قررت متابعة المتسولة الموقوفة في حالة اعتقال، وتمت إحالتها على السجن المحلي بأيس ملول. يذكر أن امرأة أخرى من نفس المنطقة وهي امرأة ترية وهي متلبسة بالتسول. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.